بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. المراجعة النهائية للصف الأول الإعدادي من جيم بالمواصفات الجديدة، يعني إن شاء الله مش هيطلع منها أسئلة الامتحان، بس نركز مع بعض وخطوة خطوة هناخد سؤال سؤال من هنجاوب كل كتاب جيم إن شاء الله بالتفصيل. وهنبدأ بالسؤال الأول وهو سؤال المحادثة. طبعا سؤال المحادثة كان 4 نقاط في الأول، وفي 6 ابتدائي كان هما بيملكوا الكلمات دي، أما دلوقتي بقى 5 نقاط وأنت هتستنتج النقاط اللي ناقصة من قرايتك للمحادثة. فعايزين نتدرب مع بعض على النظام ده ونعرف نحله إزاي. طبعا بيقول لي This is a photo، دي صورة of my friend، لصاحبي. وجاب النقط رقم 1 وجاب هنا علامة استفهام، علامة استفهام دي تعرفني ان ده سؤال. طيب السؤال ده هيبدأ بإيه؟ هيبدأ يا إما بهل يا إما بأداة استفهام. لو بدأ بهل تكون الإجابة تحت يس أو نو، طب مفيش يس أو نو، يبقى إذن هو أداة إيه؟ أداة استفهام. طيب أداة استفهام ده فيه كتير، هروح أنا مركز على إيه؟ على الإجابة. لقيت الإجابة أنس، اتس أنس، يعني بيقول لي ده أنس، وهنا في كلمة نيم يعني اسم، فأنا عايز أقول اسمه إيه؟ فهقول وات. What is his name؟ ما اسمه؟ قال لي اسمه أنس. كمان رقم 2 سأله سؤال تاني بدليل إن في علامة استفهام، وهو عايز كمان أداة استفهام لأن مفيش يس أو نو تحت، بس المرة دي الإجابة قال لي إيه؟ هي إز 12، هو عنده 12 سنة، يبقى أنا هقول إيه بقى؟ هقول ما اسمه برضه؟ لأ، هقول كم عمره، فهقول هاولد إز هي، كم عمره؟ قال لي عنده 12 سنة. بعدين قال له وير داز هي ليف، يعيش، يعني بقى خدناها كتير بقى مع هايد وخدناها مع كذا درس، اين يعيش؟ قال لي هي ليفز نقط اليكس اللي هي الاسكندريه. طبعا البلاد بتاخد قبلها حرف الجر ان، هو يعيش في الاسكندريه. طيب وات از هيز نقط فود، ايه الاكل بتاعه كذا؟ قال له والله بيحب اللحمه وبيحب الرز. ده طماع ده بقى، يبقى وات از هيز ايه بقى؟ وات از هيز فيفورت فود، الطعام المفضل لديه. سأل سؤال كمان عشان علامة الاستفهام، قال لي ياس. المرة دي جاب ياس بقى، طالما جاب ياس يبقى عايز سؤال بهل. طيب يا ترى في هل تحت ولا مفيش، اللي هم الأفعال المساعدة اللي احنا شرحناها؟ لا مفيش هل. طيب خلاص بقى، يبقى هجيب من دماغي بقى، أبص لقيت هي، يبقى إذا هسأل بدز. Does he like، أشيل الإس دي، الإس دي جاية غلطة في الكتاب. Does he like sports، هل هو يحب الرياضة؟ وهكذا. تمام. طيب بعدين هنا بقى المازر وساندي بيتكلموا مع بعض، فالمازر بتقول لها واي ار يو وورد، ليه انت قلقانه يا ساندي كده وشكلك قلقان شويه؟ قالت لها والله اي هاف بيزي داي توداي، عندي يوم مليان النهارده يا ماما. ايه يا بابا في ايه؟ قالت لها واي نقط يو بيزي. هنا بقى عايز اقول لها انت ليه مشغوله، فطبعا بيزي دي صفه ما تاخدش قبلها افعال لكن تاخد قبلها فيرب تو بي، فهسالها طبعا بار، واي ار يو بيزي؟ طب انت ليه جبت ار؟ عشان عندي يو، ويو تبع الجمع والجمع بياخد ار. واي ار يو بيزي، انت ليه مشغوله؟ قالت لها النهارده التيوزداي وعندي 8 دروس في المدرسه. راحت مامتها سالها سؤال وقالت لها ايه نقط؟ دو يو هاف توداي؟ قالت لها عربي وانجليزي ورياضه وعلوم ورسم ودراما. يبقى انا هقول لها دي مواد، والمواد اللي بيسال عن المواد برضو عشان ده سؤال وعايزين ايادات استفهام، يبقى هسال بما او ماذا بقى. وات عندك ايه النهارده؟ قالت لها طبعا اي سبيس ارابيك ماسز، طبعا هي عايزه فعل هنا بقى اللي هو اتكرر عندي فوق اللي هو هاف، فهقول لها طبعا ايه؟ اي هاف ارابيك وماسز، واكمل ايه الجمله. طيب وات تايم از ذا بريك، الفسحة امتى بقى؟ قالت لها اتس هاف نقط 10، طبعا احنا عارفين بقى النص بياخد ايه؟ بياخد قدامه باست، اتس هاف باست، يعني الساعة 10 ونص. قالت لها طب نقط اي هيلب يو؟ لا شكرا يا ماما، فطبعا ممكن تقول لها كان اي هيلب يو؟ ماي اي هيلب يو؟ وهكذا. قالت لها ايه؟ لا شكرا يا ماما. المحادثة الثالثة ما بين نادين ونورهان، نادين بتقول لها Do you like sports؟ تحب الرياضة؟ قالت لها يس اي، طبيعي طالما هو سألني بدو يبقى لازم اجاوب بدو، اللي هي دي. هل أنت؟ نعم أنا، كده. طيب What is your نقطة sport؟ قالت لها swimming، يبقى إذا أكيد favorite، ما هي الرياضة المفضلة، المادة المفضلة، الهواية المفضلة، الطعام المفضل، بتيجي كده على طول. قالت لها بروح كل يوم، راحت سألها سؤال تاني، قالت لها والله النجم المفضل بتاعي رانيا علواني، رانيا علواني دي كانت سباحة وفازت بميداليات كتير وكده. طيب فالمهم بقى طبيعي ان ده شخص عاقل، فممكن اسأل عن العاقل بهو،
هو از يور فيفورت سويمر؟ مين السباح المفضل؟ طالما انت بتحب السباحه بقى، لو انا بحب الكوره يبقى النجم المفضل بتاعي كذا، لو انا بحب السله يبقى النجم المفضل بتاعي اكيد عارفه. فطبعا هي قالت لها رانيا ايه؟ علواني. مجرد ما انا شفت عاقل هنا رحت سائل بمين؟ بهو اللي هي من للعاقل. قالت لها بقى وات اباوت يو؟ وات اباوت يو يعني وماذا عنك؟ طب وانت بتحبي ايه؟ قالت لها اي لاف فوتبول. طب ليه اخترت فوتبول؟ اصل شفت محمد صلاح تحت، محمد صلاح بيلعب فوتبول، تمام؟ بعدين سالتها نفس السؤال مين النجم المفضل؟ قالت لها ماي فيفورت بلاير لاعبي المفضل از محمد صلاح، او ممكن تقول ايه؟ سبورت ستار، سبورت ستار اللي هو النجم الايه؟ المفضل. تمام؟ طيب المحادثه الرابعه بيقول لي هلو رامي هو از يور بيست فريند؟ مين افضل صديق عندك؟ قال له اهلا يا هاني نقط از كريم، عاوز يقول اسمه كريم يعني، تمام؟ فممكن يقول ايه هي از، هيز نيم از، يعني ممكن يقول حاجات كتيره، تمام؟ فاحنا اخترنا هي السهله، افضل صديق هي از كريم، هو كريم، تمام؟ طيب ساله سؤال تاني نقط سيتنج نيكست تو يو قاعد جنبك، فطبعا هنا في ياس يبقى لازم السؤال بهل، وانت عندك فيرب اي ان جي يبقى لازم يكون قبلها ام واز وار، يو من ضمائر الجمع يبقى لازم يكون في ار. Are you sitting next to him؟ وانت قاعد جنبه؟ قال لي yes I am. طب ايه اللي جاب I am هنا يا جدعان؟ ما هو السؤال ب are you، هل انت لازم تتحول ل I am في الاجابه، تمام؟ تمام. سأله بهل تاني، هل هو wearing يرتدي كذا؟ قال له لا he isn't he can see well، بيشوف كويس، يبقى اكيد بيسأل على glasses النضاره، هو لابس نضاره؟ قال له لا ده بيشوف كويس. طيب Is he writing with a pen or a pencil؟ بيكتب بقلم ولا قلم رصاص؟ براحتك انت بقى، خلينا في القلم الجاف عشان احنا كبار. قال له بيكتب بقلم. طيب عشان هنا اور دي يعني او، فعايز بيكتب بده ولا بده، اختار واحد منهم. Does he walk؟ هل هو بيمشي المدرسه؟ قال له لا بابا اكيد درايفز، درايفز بيوصله للمدرسه. هندخل بقى على سؤال تشوز والسؤال على المنهج كله، يعني مش هيطلع منه ان شاء الله بره. My aunt عمتي is a نقط she works at school شغالة في المدرسة، يبقى دي teacher على طول، يبقى دي teacher. My mom's sister أخت ماما تعتبر إيه؟ طالما أخت ماما يبقى خالتي aunt. Reading is my favorite القراءة، القراءة تعتبر هواية ولا رياضة ولا سعيد ولا طعام؟ طبعا تعتبر hobby. He plays the piano بيلعب البيانو in a famous طالما بيلعب موسيقى يبقى بيلعب في فرقة موسيقية ولا في بند ولا في بنك ولا في بينك؟ طبعا بيلعب في باند الفرقة الموسيقية. An attic الصندرة is the نقط of the house تحت البيت ولا فوق البيت ولا قمة البيت ولا أعلى البيت؟ طبعا top of the house، تمام. My sister likes sports أخته بتحب الرياضة. She is a famous جيمنست ولا رايتر ولا نيرس ولا سينجر؟ طالما بتحب الرياضه يبقى جيمنست، جيمنست اللي هي ايه؟ لعيبه جمباز. وي ليرن اباوت كانتريز بنتعلم عن البلاد ان نقط ليسونز في دروس الايه؟ الدراسات ولا الانجليزي ولا الرياضه ولا الدين؟ طبعا اكيد في دروس الايه؟ الدراسات الاجتماعيه، تمام؟ طيب هنا بقى بيقول لي we learn دي خلاص خلصنا منها رقم 8. I usually get up انا دايما بستيقظ at half نقط 6، طبعا half ما بيجيش بعدها الا نص عشان اقول 6:30. I نقط lunch with my family at 3 o'clock. I نقط lunch with my family at 3 o'clock. طبعا اي ايه بقى؟ have lunch. دي اهم حاجه في اولى اعدادي ان انا اعرف مين الفعل اللي بيجي مع الاسم، بتناول اكلي. ماي سكول مدرستي نقط از ابيض وازرق، يبقى كده بيتكلم على ايه؟ القاعده ولا اللبس ولا الصوره؟ لا بيتكلم على اليونيفورم، الزي بتاع المدرسه. بعض الاطفال في يروحوا امريكا بيروح المدرسه سنو موبايل، سنو موبايل طالما في فاصل اللي هو الا المفروض انا اخد باي، بس طالما جه الفاصل يبقى هاخد اون بقى، اون سنو موبايل. وات دو يو دو ويك اند؟ طبعا وات دو يو دو ات ذا ويك اند في نهايه الايه؟ الويك اند. I can see well الراجل ده بيقول انا مش شايف كويس. So I need عشان كده محتاج ايه؟ محتاج glasses، محتاج نظارة، طالما ما بيشوفش كويس يبقى محتاج ايه؟ نظارة. My aunt is very عمتي كذا. She always gives me nice presents تديني هدايا حلوة، يبقى عمتي دي friendly. Friendly يعني ودودة طيبة. طيب حسين حسين الشحات
بليز نقط الاهلي، بيلعب ليه الاهلي؟ طبعا عايز يقول بليز فور زي محمد صلاح كان بيلعب ليه ايجيبت والفريق في اوروبا، يبقى بليز فور بيلعب ليه فريق كذا. شي از جود ات، جود ات بيجي بعدها الفيرب اي ان جي، جابهم كلهم اي ان جي. شي لايكس ارت، الله كمل معايا، ارت الرسم، بتحب الرسم، يبقى دي ايه بقى؟ يبقى دي بتحب البينتينج، الرسم والتلوين. ماي جرامبا، جدي، از فيري نوت هي ادفايس، ادفايس دي يعني ينصح، طالما بينصحنا يبقى ده ايه ده؟ يبقى ده زي اليس، سنسبل، عاقل. I use a كذا، بستخدم كذا because I cannot walk، الراجل ده ما بيقدرش يمشي، يبقى بيستخدم ايه؟ بيستخدم كرسي بعجل، well chair زي الولد مازن. A knot is a small computer، كمبيوتر صغير، that you can carry around، انت بتشيله معاك، الفارة ولا الموبايل ولا اللابتوب ولا الشاحن، طبعا اكيد الايه؟ اللابتوب. We can not a video call to our cousins in England، عايزين بقى نعمل فيديو كول، يبقى ميك، ميك. طب ليه خدت ميك؟ ما انا لازم اكون حافظ قلت الفعل مع الاسم، فيديو كول بياخد ميك قبلها، يبقى لازم ميك. طب وي كان نوت اون ان ايكون، هنعمل ايه على الايكون؟ في الموبايل، في الموبايل يبقى تاب، نعمل نقرة، نقرة، تمام. لو ماوس كنا خدنا كليك. ماي براذر از تشارجنج هيز فون، الراجل بيشحن الفون بتاعه، ويز ا فون نقط، ويز يشحن بايه بقى؟ يشحن بتشارجر، تشارجر. فوتبول از ذا موست نقط سبورت، موست بيبول لايك ات، فوتبول از ذا موست بوبولار سبورت، الناس بتحبها، بوبولار يعني محبوب، مشهور، شائع، فعشان كده الناس كلها ايه؟ بتحبها، تمام؟ طيب وي كان نقط اون ان ايكون، اون ا موبايل فون دي خلصنا منها، ودي الشاحن خلصنا منها، وفوتبول هيبدا بقى ب 24. ا نقط از ا بليس، بيقول لي ده مكان، with lots of trees، في اشجار كتير، و dangerous animal، وحيوانات، يبقى كده بيتكلم على حاجه اسمها الادغال، الادغال، تمام. هتقابلنا في الوحده السادسه، place with lots of trees، اشجار وحيوانات خطيره، بس هي الادغال دي مش علينا، الادغال دي مش علينا، ممكن يكون قصده على الماونتين اللي هو الجبل، تمام، الماونتين اللي هو ايه؟ الجبل، تمام. طيب A space is a big strong building، مبنى كبير ومبنى قوي، بحيرة ولا قلعة ولا نهر ولا كامب، طبعا كده يبقى قصده على كاسل يعني قلعة، ما بنطقش حرف التي ده، تمام. بعدين It's important to follow school نقط، من المهم انك انت تتبع school rules 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 rules، طبعا دي ادوار اشبه واحدة بيها، انما احنا عايزين قواعد المدرسة، ضروري انك انت تتبع قواعد المدرسة. نقط are healthy snacks، وجبات صحية، الفواكه، الخضروات، nuts all of them، لا يبقى عايز كله بقى، كل ده، ما الفواكه تبع الخضروات تبع النطس، يبقى كله ده ايه؟ وجبات صحية. all of them يعني كلهم، قصده على كلهم يعني. after we put sugar in tea، لما نحط السكر في الشاي، we should نقط it، هنعمل له ايه؟ كلمة اسمها stir يعني قلب، نقلبه مع بعض، ندوبه يعني. it's good idea، فكرة حلوة، to eat between 2 and 4 نقط of فروتا داي، عايز هنا بقى يقول لك قطع بقى، تاكل اربع قطع فواكه، ما هو مش هتاكل سبير ولا سبايسز توابل ولا سبيشيز، يبقى ايه؟ هناكل قطع فواكه بقى، تمام. حبيبه اولويز نقط فوتبول ماتشز اون تي في، حبيبه بتعمل ايه الماتشات التي في؟ طبعا اكيد هي بتشاهدهم، بس ما كلهم يشاهد تحت، بس حبيبه مفرد، والويز تبع المضارع البسيط، يبقى هناخد الفعل فيه اي اس علشان هو انتهى بالسي اتش دي، خلينا نزود له اي اس مش اس بس. It's Basma's bag. It's hers. يبقى ملكها بقى، ما طالما جت اخر الجملة احنا بناخد اللي فيها اس في اخر الجملة. دنيا نقط ميوزك with her brother. listens to، تستمع الى ولا listen بس؟ طبعا دنيا دي مفرد وما ادانيش اي دليل على ماضي ولا مستمر، يبقى اذا بالاس. اسماء نقط reads the newspaper in the morning. اسماء طبعا بيقول لي every day، كل يوم، يبقى always بقى، يبقى دي دايما بقى، طالما بتقرا كل يوم يبقى دي حاجة دايما. فاروق ولا فؤاد is one of نقط فريندس، عايز اقول واحد من اصحاب سامي، سامي ده مفرد يبقى لازم ياخد العلامة وراه. That is my father's and نقط كار، عربية بابا وماما. طيب هو لو قال بيرانتس كنا عملناها معاملة الجمع، لكن انت طالما بتتكلم على كده عربية بابا وماما، فانت احنا هنعامل ماما زي ما عاملنا بابا، خدنا العلامة هنا ورا، يبقى ناخد العلامة هنا ورا.
ماي بيست فريند افضل صديق عندي نقط شرط، عايز اقول عنده بقى يبقى هاز جوت، لان الفريند مفرد يبقى ايه، عنده شعر دارك ومغامق. ايه از اونلي فايف، عندها 5 سنين، بط شي نقط ريد اند رايت، بط شي كان، يعني 5 سنين بس بتقدر تقرا وتكتب، يبقى كان. مصطفى لافز، بيحب ايه؟ الفعل لاف يحب ياخد بعد منه الفيرب اي ان جي، فانا لازم اخد دوينج. زير نقط اني، اني بتيجي في الجملة المنفية، تابلتس دي جمع، يبقى انا هاخد ار، بس ار منفية تبقى ارنت، تمام. بعدين بيقول لي شي نقط يو افوتو ناو، شي نقط يو افوتو ناو، طبعا هنا افوتو ناو يبقى شي بقى ناو الان، يبقى لازم اخد حاجة فيها اي ان جي، يبقى هاخد از سيندينج، از سيندينج بتبعت صورة دلوقتي. نقط السويم ان ذيس ليك، طبعا هنا بيديني امر بقى، امر بالنهي، لا لا تسبح في هذه البحيره. لاست سمر ماي فاميلي، الليله اللي فاتت الاسره بتاعتي، نقط افانتاستيك هوليداي ان موروكو، بيتكلم على لاست نايت يعني الليله الماضيه، يبقى لازم ادور على حاجه في الماضي، يبقى هاخد هاد. دو يو وونت نقط شوجر، الجمله هنا سؤال، انت محتاج سكر، يبقى المفروض ايه؟ دو يو وونت، يبقى المفروض اني، المفروض اني، do you want any sugar، عشان هو ما بيتعدش، فمش هيقبل a ولا هيقبل، مش هيقبل اندي ولا a، عشان دول بتوع المفرد، ودي اصلا كلمة لا تعد، يبقى ما تاخدش قبلها الحاجات دي. طيب مين دي؟ بتاعت العدد، يبقى برضه هتطلع بره، يبقى هو كده ما قداموش غير مين؟ غير صم. بس جملة صم دي انا انصح ان انت ما تختارهاش غير لما تلاقي كود would may، لكن هنا هو عاوز يستخدمها كعرض يعني، وعايزنا اختار صم، بس الافضل ان انا قلته، وكده احنا ما قدمناش غير صم فهنختارها، تمام. طيب we not eat too much cake it has too much sugar in it، يبقى ما ينفعش ناكل كتير عشان ده مسكر قوي، يبقى we shouldn't، shouldn't للنصيحة، لا يجب ان ناكل ايه كتير عشان ده مسكر، تمام. طيب this bag belongs to هدى، تصحيح خطأ بقى، الباك دي بتنتمي لمين؟ للحاجة هدى، يبقى اتس هير، لا هنقول اتس هيرز، هيرز يعني ملكها، هيرز يعني ملكها. بعدين بيقول لي اي دازنت، حرام عليك، هي اي تاخد دازنت؟ تاخد دونت طبعا. طيب دو هي بلاي، برضو لا، دو تبقى داز، داز هي بلاي، علشان هي دي تبع المفرد. طب ماما دايما ووكس ماي اب، لا، اللي يجي بعد الفعل يبقى ضمير مفعول، فاحنا هناخد ايه؟ ويكس مي اب، ويكس مي، مي مي. اتس هير كار، عربيتها، هو دايما بيسوقها، طب هو ماله؟ طالما عربيتها يبقى هي اللي بتسوقها، شي شي بدل هي. هاو اوفن does you have، معقولة does you have؟ طبعا لا، تبقى do بقى. طيب does he often goes، تبقى go بس، لان هنا طالما جت does يبقى يجي بعدها الفعل في المصدر. this is my friend bike، this is my friend bike، عايز يقول friend's bike، ويحط اس والعلامة ورا، والعلامة ورا، ماشي. طيب يارا reads never، اعكس خليها never reads، never reads. those are my brother's jackets، my brother's jackets، جواكت اخي، طبعا عايز يحط العلامة، بس العلامة قدام المرة دي عشان دول جواكت اخواتي، تمام، فاس بس العلامة هتبقى قدام هنا كده، ماشي. طيب been I have been have، been ده اسم شخص، يبقى هنخليها has بقى عشان هو مفرد، تمام. طيب no we can't we have got a car، طالما نو يبقى haven't، يبقى ما عندناش، haven't ما عندناش car. عمر كانت رود، كانت يجي بعدها الفعل في المصدر، فلازم تبقى رايد، رايد يركب. what is your sister look like، look like ده فعل اصلي، ما ياخدش is قبل منه، ياخد does، does what does، تمام. طيب what is your sister look like، نفس الجملة حليناها، يبقى هتبقى ايه؟ هتبقى does. we has got an apple، we has، معقولة we has؟ طبعا لا، we have، we have. are there a mouse، yes there is، بس الماوس ده مفرد يا جدعان، يبقى is، حتى هو الراجل نهب is اهو. طيب you are use، طبعا لا، using، ليه؟ طيب علشان في are ولازم تاخد بعدها ing، يبقى لازم اخد using.
اسمع، الطيور بتغني اهي، الاي ان جي جت اهي علشان في ليسن. اسمع بس، فين ار؟ عايزين احنا ار سينجينج، ار سينجينج. طيب، هي دازنت سيندينج اتكست مسج. طبعا هي ازنت. طالما ان انت عندك فيرب اي ان جي يبقى لازم تاخد ازنت، لازم تاخد ايه؟ ازنت علشان الاي ان جي دي. طيب، دازنت كام؟ لا، اسمها دونت، دي فعل النهي، لا تفعل، لا تلعب، دونت. وي وينت اون بيكنيك نيكست ويك، احنا رحنا الاسبوع اللي جاي. طب ازاي رحنا الاسبوع اللي جاي؟ نيكست دي تبقى حاجه اسمها لاست، الماضي، الاسبوع اللي فات، الاسبوع اللي فات. وير ديد يو ستاديينج؟ طالما جت ديد يبقى انت لازم تاخد المصدر، يبقى انت لازم تاخد المصدر، هتبقى ايه؟ ستي بس. وات ديد يو ديد؟ نفس الكلام، طالما ديد جت يبقى انت تاخد دو بقى، تمام؟ وات ديد يو دو؟ I haven't got some money. في نفي يبقى أبدل some بمين؟ بإني. There are any hotels. طبعا لأ، there isn't. طب ده hotels جمع يبقى there aren't. ليه أخد aren't؟ علشان دي جمع ودي إني نفي، يبقى لازم أخد aren't. هي مكتوبة is دي غلط، أنت هتخليها aren't، هتخليها aren't. واضح واضح واضح. I don't have many money. I don't have much money، لأن الفلوس ما بتتعدش. واحد يقول لي إزاي الفلوس ما بتتعدش؟ أقول له لأ، الفلوس ما بتتعدش إزاي؟ علشان ما فيش حاجة اسمها واحد فلوس، اتنين فلوس، تلاتة فلوس، لأ. فعشان كده هاخد لها ماتش، تمام؟ You should to، احذف to وخليها should بس، تمام؟ طيب، علي shouldn't to walk، نفس الكلام، يبقى علي should walk، هتبقى إيه؟ توك بس، والغي to علشان should ما بتاخدش بعدها to. المحادثات دي احنا حليناها، دي كانت اول مراجعه، وان شاء الله مش هيطلع منها اسئله الامتحان، لسه هنحل لكم القطع والباراجرافات. ساعدونا انكم تعملوا لايك، وانكم تشيروا الفيديو على زمايلكم، واشتركوا في القناه لو انتم جداد. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.